تعبيرا عن التفافهم حول المرجعية وتلبيتهم لأوامرها مهما كانت. خرجت القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بمسيرات داعمة لتوجيهات المرجعية ومؤيدة لمطالب المتظاهرين السلميين. فلا ينبغي أن ننسى فضلهم، ولا يجوز أن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر تضحياتهم الجسيمة، بل إذا كان يتيسر اليوم إقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية بعيداً عن أذى الإرهابيين فإنما هو بفضل أولئك الرجال الأبطال. قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري ثمن خطاب المرجعية الدينية التي أشادت بجهود أبنائها معاهداً بالحفاظ على وحدة التراب العراقي والذود عنه. وقفة شكر وعرفان من أبطال القوات المسلحة العراقية، من أبناء وزارة الدفاع الجيش العراقي الباسل، وأبناء وزارة الداخلية بكافة أسلحتهم وتشكيلاتهم وصنوفهم، وأبطال الحشد الشعبي بكافة فصائلهم العاملين ضمن قاطع المسؤولية، إلى مقام المرجعية الدينية العليا المتمثلة بشخص الإمام السيد علي السيستاني دام ظل الوافر. هيئة الحشد الشعبي أكدت التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية ودعمها للمطالب الحق التي خرج من أجلها أبناء الشعب، مطالبة معهم ومثلهم وبصوت واحد بضرورة الاستجابة السريعة لما يطمح له أبناء العراق من الكرامة والعيش بحرية في دولة كريمة تحترم حق مواطنيها فيما يريدون وما يتطلعون إليه. كل صنوف الجيش باقية على العهد في الحفاظ على سيادة وأمن وسلامة العراق أرضا وشعبا وتاريخا وحاضرا ومستقبلا.